السلام عليكم. طيب النهاردة إن شاء الله هنتكلم في أكتر من حاجة. إحنا خدنا النيم اللي هو التكست، خدنا ده تكست، خدنا الباسورد، خدنا الإيميل. هنتكلم ناخد شوية حاجات من دول. هنتكلم النهاردة عن النمبر، العمر الرقم، عن النمبر. هنتكلم عن النمبر، بس هنتكلم عن النمبر بس مش باينة كذا وكذا، مش الحتة دي. وده سبحان الله، يعني كل حاجة في البرمجة تقريبا حتى لو صغيرة بيكون ليها كود مختلف أو بيكون ليها تعليمات معينة. فاحنا هنتكلم عن العمر، هنتكلم عن الديت وأنا كده بغششك، هنتكلم عن الكولر وأنا كده برضو بغششك، هنتكلم عن الفايل، الملف إن هو يرفع صورة، هنتكلم هنا عن حاجة اسمها ريديو، يقدر إن هو يختار خيار واحد يا ذكر يا أنثى. مش طبيعي إن إنسان يكون ذكر وأنثى في نفس الوقت، الا طبعا التشويه اللي بيحصل دلوقتي من ناس ما تعرفش عندهم عقل او بيفكروا ازاي، فبالنسبه لهم ان انت تختار ذكر وانثى ده لوجيك، ده منطقي. طيب هنتكلم عن الهوايات. هنا هو بيقدر يختار اكتر من حاجه، هنا بيقدر يختار اكتر من حاجه، يعني ممكن يكون واحد بيلعب رياضه وبيقرا وبيسافر، ما اعرفش مين، بس اكيد 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 حد موجود كده في الحياه. طيب ندخل على العمر. انا اول حاجه هرجع الليبلز زي ما كانت. احنا زي ما اتفقنا اول حاجة هنتكلم فيها هي العمر. العمر رقم، يبقى اول حاجة هعمل ليبل، هقول له عمرك مثلا، العمر بين برضو بين الباسورد وبين الليبل انا هعمل سطر بي ار علشان الشكل يكون احسن، وهعمل انبوت من نوع تايب. النوع بتاعه ايه؟ نمبر. النيم بتاعه هيكون ايه؟ يكون ايج، بحيث ان هو لما يتبعت للباك اند يعرف ان في انبوت اسمه ايدج، يعرف ان في حاجه اسمها العمر، ياخدها يعمل بيها بقى اللي هو هيعمله، يتصرف زي ما هو عايز، احنا مالناش دعوه. طيب العمر بالشكل ده زي ما انتم شايفين، هو اداني هنا ان انا اكتب رقم بالشكل ده، بس هنا ممكن اروح للنيجاتيف، يعني شايفين ممكن اروح للنيجاتيف، مش حد عمره نيجاتيف، ده مش لوجيك. وفي نفس الوقت ممكن حد يكتب عمره 500، لا انت ممكن يبقى عمرك 500 لو كنت عايش ايام سيدنا نوح، اما دلوقتي مفيش الكلام ده، انت اخر 50 سنه وبتتكل على الله. طيب اعتقد ان احنا ممكن نعمل بي ار مثلا كمان، بحيث انه يعني نبعدهم عن بعض اكتر، لان هم بصراحه اللزقه دي مخليه شكلهم وحش قوي. هي ال HTML مش بتديك مرونه في موضوع التصميم، بس احنا بنحاول نعمل احسن حاجه باللي احنا اتعلمناه كده. كويس. element تاني ممكن نتعلمه، انا بحب استخدمه كتير بصراحه، اسمه اتش ار. هو فكرته زي البي ار، بس بيزود ايه؟ ان هو بيعمل خط، فهنا خط بحيث ان هنا الفورم وهنا انت تبعت الفورم. طيب كده اتكلمنا عن النمبر، قلنا ايه اللي بعده؟ النمبر دن. ديت تاريخ الميلاد، يلا هناخده هو نفس الكلام، هقول له هنا تاريخ الميلاد، دخل لي تاريخ ميلادك. تاريخ الميلاد هيبقى هيكون ايه نوع تاريخ الميلاد؟ ديت. النيم اسمه ايه؟ ممكن نقول بيرث ديت، بيرث ديت بس. رينود زي الفل زي الفل. طيب اتنين بي ار عشان يبعدوا عن بعض. انت خمن بقى اللي بعدها، يعني كده تاريخ الميلاد ضن. اختار لونك المفضل، يا ترى اللون هيكون الطيب بتاعه ايه؟ كولر ممكن، خلينا نجرب. يلا هنا color، التايب بتاعه هيكون color. النيم هيكون favorite color مثلا، او favorite color، اللون المفضل، اللون المفضل green load، اللون المفضل. حطينا لون مفضل، يقدر ان هو يختار. حلو جدا حلو جدا جدا. اللون المفضل، ارفع صورة شخصية. يا ترى انبوت من نوع فايل، ما هو الصورة في الآخر فايل، هيكون النوع بتاعها ايه؟ المفروض ان انت تكون عارف. طيب هيكون النوع بتاعها فايل، اسمها هيكون ايه؟ فايل. الاسم انت بتحاول تحط اسم لوجيك، بحيث ان هو لما يروح الباك اند يكون واضح بالنسبة له ايه ده؟ يعني مش هتحط مثلا انبوت 1، في ناس ممكن تعمل كده، انبوت 2، انبوت 3. انا الكلام ده لما يجي لك باك اند اعمل بيه ايه؟ يعني ايه انبوت 1 ده ايه بالظبط؟ فهنا احنا قلنا ان هنا الفايل هيكون الصورة، هيكون الصورة واسمها مثلا هيكون فوتو مثلا، او بروفايل ايمج مثلا، او اي حاجة، يعني اي حاجة لوجيك، بروفايل بيكتشر مثلا. ريلود الصورة، لو دوست عليها هتقدر ان انت ترفع صورة عادي جدا. حلو قوي.
كده اتكلمنا عن الصورة. الجندر، الجندر زي ما قلنا هو بيختار بيختار حاجة واحدة، لكن الهوايات اللي هي هنا الهوايات دي هتكون هيقدر ان هو يختار اكتر من حاجة. خلونا نتعامل الاول مع الجندر، الجنس، الجنس مش الجنس، بي ار ليبل، بي ار تانية ليبل. النوع، النوع ده الجندر ده بيكون حاجة انبوت من نوع راديو، راديو همدور كده، بس انت بتقدر تختار حاجة واحدة بس. فهنا انبوت تايب راديو، انبوت تايب راديو، وهنا هنقول له طيب هي دي، ده دي هنا هيبقى فيها تركاية شوية. يعني هنا لو عملنا ريلود زي ما انتم شايفين النوع انا عايز انزله تحت، عايز انزل النوع حتى نفسه الاوبشنز نفسها تكون تحت. النوع احنا هنا هنحط ليبل تاني ليه للراديو نفسه ان هو مش باين هو ايه، فانا هقول له هنا مثلا ذكر بالشكل ده. يعني هنا الانبوت نفسه، ده الانبوت نفسه، ده الانبوت نفسه، وده الليبل بتاع الانبوت علشان يكون واضح ايه ده. لكن النوع هنا حتى انت ممكن تستخدم حاجه، يعني ممكن ده يكون باراجراف او اتش 1، بس ده الليبل اللي ليه علاقه بالانبوت ده علشان يكون واضح بالنسبه للمستخدم. فانا هنا كتبت كود علشان اعمل الانبوت اللي هو ده، اللي هو الكود ده اللي هو انبوت تايب راديو، وكتبت ليبل ذكر ده اللي هو الليبل ده. تمام، هناخد نفس الموضوع بس هنخليه المره دي انثى، انثى. طيب هنقف هنا شويه، هنشرح شويه حاجات ريلود، شويه حاجات لوجيكال. يعني انت لو اخترت ذكر اخترت انثى هيختار الاثنين، مع ان ده مش لوجيك، انت يا ذكر يا انثى متفقين، دي حاجه ما لا يختلف عليها اتنين عندهم عقل بيفكروا بيه. طيب هنا تايب راديو، ايه اللي بيميز الموضوع ده ان هو يخليه يختار حاجه واحده؟ لو انا رحت قلت نوع ان النيم بتاعه تايب، كويس، وده النيم بتاعه تايب، يبقى هنا الاثنين دول نفس الاسم، فانت عندك ان انت تختار منهم واحد. خلينا نعمل ريلود ونشوف، ذكر انثى، ذكر انثى، بيبدلوا مع بعض، هتختار ده هيضيع ده، هتختار ده هتضيع ده، كويس. فدي نقطه مهمه جدا، زيهم زي اي انبوت ليهم فاليو. يعني هنا فاليو فيميل، وهنا فاليو الفاليو ميل، ميل انا متلخبط بصراحه ما بين فيميل والميل، فانتوا يعني معلش الانجليزي اعذروني فيه شويه، هي بقى انتوا نصيبكم في الفاليو بتاعتها، يعني طلعت صح او غلط. طيب ذكر وانثى وليهم فاليو عادي جدا كده. باقي عندنا ان هو يختار اكتر من حاجه، الهوايات. الهوايات هنيجي هنقول ليبل الهوايات، الهوايات بي ار بالشكل ده، اكتر من بي ار علشان نكسب مساحه. اول هوايه عندنا الرياضه، المره دي هنا اخترنا الراديو، المره دي هنختار حاجه اسمها تشيك بوكس، انبوت تايب تشيك بوكس، وهقول له ان الليبل مثلا رياضه. خلونا نشوفها اول حاجه قبل ما نعمل اي حاجه، ريلود. هنا الهوايات عنده رياضه، ما بين الهوايات وما بين الرياضه هعمل بي ار، الهوايات والرياضه هعمل بي ار بحيث ان هي تبقى في سطر واحده، ريلود. رياضه قراءه مثلا هاخدها زي ما هي، قراءه، قراءه، وعندنا صفر. طيب هنا كلهم من نفس النوع، لو رحت عملت ريلود رياضه قراءه صفر، لو دوست على الرياضه يختارها، لو دوست على قراءه يختارها، لو دوست على صفر يختارها. طب لو حطينا لهم النيم زي كده، انا عامل المشترك اللي بيخليه يقدر يميز ان هما ليهم علاقه ببعض. خلينا نشوف، هحط لهم نفس النيم، النيم هسميه هنا هابت هوايات، هابت نيم، هابت نيم، هابت ريلود. لو جيت اختار اكتر من حاجه، رياضه قراءه سفر، بيختارهم عادي مفيش اي مشكله. يبقى كده النهارده اتكلمنا عن الانبوت تايب نمبر، عن الديت، عن الكالر، عن الفايل، عن الراديو، عن التشيك بوكس. يا رب ان الشرح ان شاء الله يكون واضح وتكون كل حاجه مفهومه. اشوفكم الدرس الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.